السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد ووصفة جديدة لتكبير الثدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل 3 وصفات لتكبير الثدي، هنعمل مشروب وهنعمل وصفتين جداد خالص أول مرة تشوفيهم إن شاء الله على اليوتيوب. الوصفات دي جميلة جدا وسيدات كتير جربتها منها سيدات أجنبية. خلينا نشوف إيه هي الوصفة بتاعتنا النهاردة، ايه اللي هيحصل لو وضعنا معجون الاسنان والفازلين على الثدي. يلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا ونشوف ايه مكوناتها وايه اللي هيحصل لو وضعنا الفازلين ومعجون الاسنان على الثدي. تابعوني النهارده لاخر الفيديو. عايزه اقول لك النهارده الوصفه ديت مميزه جدا. الوصفه ديت كانت على مواقع اجنبيه، مواقع في اليوتيوب، قنوات اجنبيه، وفي سيدات كتير نفذت الوصفه دي وجابت معاها نتيجه كويسه، وفي سيدات ما جابتش معاها نتيجه. النهارده ان شاء الله انا قررت ان انا اعملها لكم بعد بحث كتير ولقيتها يعني موجوده على بعض المواقع، وبجد بجد يعني ناس كتير قوي شكرت فيها، وناس قالت ما استخدمناها ولقيناها مش كويسه ما جابتش نتيجه معاهم، بس الاغلبيه جابت نتيجه معاهم. وصفه الفازلين ومعجون الاسنان، يلا تابعيني لاخر الفيديو. وصفه جميله جدا، بس اهم حاجه استخدميها زي ما انا هقول لك عشان تجيب معاكي نتيجه كويسه باذن الله. كمان هنعمل مشروب حلو قوي هيعجبكم، وهنعمل وصفه في اخر الفيديو تحفه جدا اول مره تشوفيها على اليوتيوب. يلا بينا نبدا وصفتنا الاولى، معجون الاسنان والفازلين. ايه هي بقى مكونات الوصفه بتاعتنا اللي احنا هنقولها دلوقتي مع بعض؟ هحتاج فيها معجون الاسنان، وهحتاج فيها بياض البيض، وكمان هنحتاج فيها الفازلين الطبي. الوصفه دي زي ما قلنا الوصفه دي تداولت على مواقع اليوتيوب وموجوده على القنوات الاجنبيه، استخدمتها بعض النساء وجابت معاها نتيجة رهيبة جدا في تكبير الثدي وكمان في شد ترهلات الثدي. طيب هنستخدم الوصفة دي ازاي؟ هنعملها الاول ازاي؟ انا معايا هنا بياض بيض اهو، بياض بيضة واحدة فقط، وهضيف عليها معلقة واحدة من الفازلين الطبي بالشكل ده، هنضيف معلقة فازلين على بياض البيض اهو كده، وكمان هضيف معايا هنا معجون الاسنان، هنضيف برضو ما يعادل يعني معلقة من المعجون الاسنان. تمام، هي الأنبوبة مش فيها كتير، بس انتي هتضيفي معلقة من معجون الاسنان. هبدأ بقى انزلها في الطبق بتاعي كده، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. يا بنات انا حابة اقول لكم برضو الطريقة عشان انتي لو حابة تستعمليها هتستعمليها، لان الوصفة دي يعني وصفة امريكية، انا شفتها على مواقع اجنبية وعجبتني قوي قوي، وبعدين انا ما بنزلكوش وصفه الا ما ببقى متاكده منها. نبدا بقى نمزج الفازلين مع بياض البيض كده ومع المعجون الاسنان، بحيث ان انا اعمل بيه يعني يكون متجانس والقوام يكون كريمي. شايفين كده اهو، طبعا بنفضل نقلب كده لحد ما بنمزج كل المكونات مع بعض. احنا عارفين طبعا ان في بعض الوصفات بتجيب نتيجة مع ناس وما بتجيبش مع ناس تانية، وانا قلت لكم قبل كده يعني زي مثلا واحد مريض او تعبان بيروح للدكتور بتاعه ممكن يديله ايه يعني يديله علاج، وواحد تاني عنده نفس التعب نفس المرض بياخد نفس العلاج ممكن ما يخفش على العلاج ده. فاحنا برضو الوصفات ممكن تجيب نتيجة مع ناس وما تجيبش مع ناس تانية، فمش عايزين حد يزعل مننا لو الوصفة ما جابتش نتيجة معاكي. عشان كده احنا بننزل وصفات متعددة عشان اللي ما تجيبش معاكي نتيجة او اللي مش تكون يعني متوفرة عندك تستخدم التاني. شايفين كده اهو بقى الكوم معايا كريم اهو زي ما انتم شايفين، ده بقى الخليط اللي انا هستخدمه وهدهن بيه الثدي. طيب انا هستخدمه ازاي بقى لدهان الثدي؟
طبعا لازم نغسل الثدي كويس جدا بالميه والميه الدافيه عشان نفتح المسام. بعد كده هاخد الخليط ده وهدهن من تحت لفوق بحركه دائريه. لازم تدلكي بحركه دائريه كده، لان التدليك ده بيساعد على تكبير الثدي وبيساعد على شد الترهلات. تحاولي تاخدي قطعه كده على راحه ايدك هنا من هنا كده وتدلكي بكف الايد كده. يفضل ان احنا ندلك من هنا على منطقة الثدي بالطريقة دي بحركة دائرية عكس عقارب الساعة او العكس، يعني التدليك يبقى كله في اتجاه واحد. هندلك الثدي لمدة يعني كل يوم لمدة 10 دقايق لحد ما تلاقي النتيجة كويسة معاكي. يلا بينا بسرعة بقى نعمل المشروب بتاعنا اللي احنا هناخده برضو لتكبير الثدي مع الوصفة اللي احنا عملناها دي. ولو انت مش حابة الوصفة ديت، انا برضو عاملة لكم وصفة من حوالي اسبوع جميلة جدا وجابت نتيجة مع ناس كتير قوي والحمد لله، وصلت مشاهداتها المليون مشاهدة، ووصفة تانية وصلت الحمد لله لاكتر من 350,000 مشاهدة. يلا بسرعة بينا نعمل المشروب بقى الجميل ده اللي احنا هناخده النهاردة مع الوصفة دي. ايه هو المشروب اللي انا هستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعتي دي؟ ان شاء الله احنا هنحتاج كوب زي ما انتم شايفين كده، وهحتاج معايا الشمر او حبة الحلاوة زي ما بنسموها، لو ليها اي اسم تاني يا ريت حبايبنا يقولولنا اسمها حبة الحلاوة او الشمر. هحتاج معلقة واحدة منها على الكوب بتاعي بالشكل ده اهو. انا هاخد معلقة، خلي بالك الشمر ده في برضو وصفة تانية ان شاء الله هعملها معاكم دلوقتي بسرعة كده. هنعمل زيت حلوة قوي من الشمر ده، تابعيني لاخر الفيديو عشان هتستفادي جدا جدا برضو بالوصفة بتاعتنا دي. عشان لو انتي مش حابة تعملي وصفة معجون الاسنان والفازلين، هتعملي وصفة الشمر دي رائعة جدا جدا. انا معايا هنا معلقة الشمر، وممكن نحليها بالعسل النحل. هضيف عليها كوب من المية السخنة المغلية، طبعا الشمر غني بمادة الاستروجين اللي بتعمل على تكبير الثدي. تمام، انا هنا ضفت معلقة من الشمر على كوب المية السخن كده، وهضيف عليهم بقى معلقة عسل نحل احلي بيها. لو انت مش حابة تحليه عادي يعني براحتك خالص، وده هيبقى معايا الكوب بتاعي اللي انا هشربه برضو مع الوصفة اللي احنا عملناها الاولى. بسرعة نعمل الوصفة التالتة، وزي ما انت حابة ممكن تاخدي الوصفة الاولى وصفة المعجون والفازلين مع المشروب، او الوصفة اللي انا هعملها دلوقتي هعمل معاكم زيت جميل جدا من الشمر. هقولك دلوقتي يتعمل ازاي، يلا بينا تابعيني لاخر الفيديو، تحفة جدا جدا. قبل ما ابدأ اعمل الوصفة التالتة، المشروب ده هنشربه ان شاء الله كل يوم في اي وقت، يعني ما فيش وقت محدد، كل يوم هنشرب كوب واحد بيعمل على تكبير الثدي. انا معايا هنا بقى في الوصفة اللي احنا هنعملها دلوقتي ديت، معايا هنا الطاسة رفعتها على النار بالشكل ده. هبدأ اضيف فيها معلقة واحدة من الشمر او حبة الحلاوة زي ما بنسميها. ممكن تضيفي معلقتين عادي برضو، وهبدأ برضو اقلب بقى كده بحيث ان انا عايزة احمصها اهو، تقليب بسيط كده نحمصها كده على الناشف بالشكل ده اهو. طبعا مع التقليب بالشكل ده يعني لحد ما تلاقيها اتحمصت. انا معايا بقى هنا ده زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ده هضيف منه برضو معلقتين على الطاسة اللي انا حمصت فيها الشمر او الحلاوة. انا كده حمصت الشمر زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. هبدأ بقى اضيف معلقتين من زيت كبد الحوت على الشمر بالشكل ده اهو، وهضيفهم على الشمر، وهبدأ بقى اقلب تاني يدوبك، بس اخلي الزيت يغلي معايا كده في الشمر بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين،
وهبدأ بقى أطفي عليه. بعد ما طفيت عليه على النار وبرد تماما، هجيب طبعا المصفى بقى بتاعتي بالشكل ده وهبدأ أصفي الزيت، عشان أنا محتاجة الزيت فقط بالشكل ده أهو. ده الزيت بقى اللي انا هحتاجه في الوصفة بتاعتي دي بعد ما صفيته اهو بالشكل ده. وبقى معايا كده الزيت اللي انا هستخدمه. طريقة استخدامنا بقى للزيت ده اهو زي ما انتم شايفين، بعد ما برد وصفيته هنستخدمه ازاي. هندلك بيه برضو الثدي براحة الايد هنا من تحت، هدهن بيه كده وادلك بحركة دائرية عكس عقارب الساعة او في اتجاه عقارب الساعة، المهم تدلكي في اتجاه واحد. الوصفة دي برضو هتستمر عليها كل يوم ان شاء الله، هتديكي نتيجة حلوة جدا جدا. احنا النهاردة يعني حبيت ان انا اعمل وصفتين ومشروب عشان تختاري الوصفة اللي انتي تجيب معاكي نتيجة، وان شاء الله تلاقي نتيجة كويسة من اول اسبوع استمر عليها، هتديكي نتيجة تحفة جدا جدا باذن الله. حبيب قلبي كده انتهى الفيديو بتاعنا. ده المشروب اللي احنا هنشربه يوميا جنب اي وصفة منهم، سواء في وصفة الفازلين ومعجون الاسنان وبياض البيض، او وصفة كبد الحوت والشمر اللي احنا قلنا عليها. يعني انت هتستخدمي المشروب ده مع وصفة واحدة من الاتنين اللي انا عملتهم النهاردة. وانا زي ما قلت لكم انا بعمل اكتر من وصفة في الفيديو، علشان لو المكونات مش موجودة عندك تستخدمي الوصفة التانية، ان شاء الله بتجيب نتيجة كويسة باذن الله. حبايب قلبي يا رب تستفادوا بكل الوصفات اللي انا بقدمها لكم ان شاء الله. تأكدوا ان شاء الله كل الوصفات دي يعني عن ثقة، وصفات تحفة جدا جدا وبتجيب نتيجة كويسة. يا رب تعجبكم كل وصفاتي، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان يستفادوا. وكمان هسيب لكم مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي في صندوق الوصف، اشتركوا فيها على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جديدة مع جيجي كل حياتي. باي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.